قال ذلك في المجلد الثامن صفحة 255، أرسم عندك. خامسا، الإمام المحقق أبو إسحاق الشاطبي اللخمي رحمه الله، وأجاب رحمه الله على جملة مسائل فقال: أما الأولى وهي الوصية بالثلث، هذا واحد وصى، وصى بثلث ماله، ليش؟ للاحتفال بالمولد. اسمع شو يقول: أما الوصية الأولى وهي الوصية بالثلث ليوقف على إقامة ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فمعلوم، الشاطبي يقول: فمعلوم أن إقامة المولد على الوصف المعهود بين الناس بدعة محدثة، وكل بدعة ضلالة، فالإنفاق على إقامة البدعة لا يجوز، والوصية به غير نافذة، بل يجب على القاضي فسخه ورد الثلث إلى الورثة يقتسمونه فيما بينهم، وأبعد الله الفقراء الذين يطلبون إنفاذ مثل هذه الوصية. انتهى كلامه رحمه الله. نزيد ولا ما نزيد؟ نزيد. وقال الشيخ محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله أحد علماء المالكية: الحب الصحيح لمحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يدع صاحبه، يبعد صاحبه عن البدع ويحمله على الاقتداء الصحيح، كما كان السلف يحبونه فيحبون سنته ويذودون عن شريعته ودينه من غير أن يقيموا له الموالد وينفقوا منها الأموال الطائلة التي تفتقر المصالح العامة إلى القليل منها فلا تجده. قال ذلك في كتابه آثار البشير الإبراهيمي في المجلد الثاني صفحة 341. أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي المالكي، أبو الوليد الباجي المالكي يقول: ألف رسالة سماها حكم بدعة الاجتماع في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نشرت هذه الرسالة في مجلة الإصلاح المجلد الأول العدد الخامس صفحة 78 و200. أنكر فيه الاحتفال بالمولد النبوي وحكم عليه بالبدعة. العلامة أحمد الخريصي رحمه الله المتوفى ما بعد 1403 للهجرة ألف كتابا سماها المتصوفة وبدعة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، تحدث فيه عن نشأة التصوف وتطوره عبر التاريخ وتسارع المتصوفة إلى البدع والمبتدعات وإغراقهم بذلك. قال رحمه الله: لا بلية أصابت المسلمين في عباداتهم وعقائدهم أخطر من بلية المتصوفة، إذ من بابهم دخلت على المسلمين تصورات ومفاهيم أجنبية غريبة لا عهد لهم بها في ماضيهم النقي المجيد، ومن بابهم دخلت الوثنية وبدعة إقامة الموالد ومواسم الأضرحة والمهرجانات على عقائد المسلمين، مما سنقف على نماذج منها إن شاء الله تعالى. وقال: إن اعتقاد اليوم الثاني عشر من ربيع الأول كعيد ثالث اعتقاد كعيد ثالث اعتقاد خاطئ لا يستند إلى دليل، بل يعتبر اتخاذا لشرع لم يأذن به الله من تخصيص زمان بما لم يخصه به الله، الذي يؤدي إلى وقوع ما وقع فيه أهل الكتاب. وقال الشيخ تقي الدين الهلالي المغربي في شريط حكم الاحتفال بالمولد: وإن من البدع القبيحة التي ابتلي بها المسلمون منذ 11 قرنا هي بدعة الموالد، وهي أن جماعة يجتمعون فيقرؤون قصة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وصلوا إلى وقت ولادته يقومون ويقولون: يا مرحبا يا مرحبا، وعندهم غلو في ذلك وإطراء وأكاذيب يدخلونها في تلك الموالد. وهذه البدعة قبيحة لم يعرفها أحد ولم يفعلها أحد إلا في القرن الرابع الهجري. وقال: وكذلك صح عنه أنه ولد في ربيع الأول، ولكن هل هو في الأول من ربيع أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس أو الثاني عشر أو كذا لا يعرفه أحد، لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ولا عن الصحابة، هذا اختراع فنجعله في اليوم الثاني عشر، هذا كذب ليس له أصل. ثم هب أننا عرفنا اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوم السابع مثلا أو الثاني أو الرابع أو العاشر، فهل عندنا دليل عن الله ورسوله أن نحتفل به؟ هل احتفل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل جمع يوما أصحابه وقال: تعالوا احتفلوا بمولدي واقرأوا القصة؟ أبدا. هل احتفل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة الراشدون؟ هل احتفل أحدهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. هل احتفل التابعون؟ إلى آخر ما قال. بل كذلك يسأل: هل احتفل مالك والشافعي وأحمد وغيرهم؟ فإنه نقل رحمة الله عليه أنه لا أحد
من السلف الصالح قد احتفل به، وهذه المطوية التي جمعت فيها أقوال علماء المالكية قديما وحديثا ستوزع عليكم لتنشر وتطبع لوجه الله تبارك وتعالى. ما زال الحق أحق أن يتبع. أيوة. ومن علماء المالكية المتأخرين بمصر الشيخ المفتي محمد عليش المالكي من علماء الأزهر وكبار فقهاء المالكية في زمانه من نحو قرن، قال في كتابه فتح العلي المالك، قال محمد عليش المالكي رحمه الله: عمل المولد ليس مندوبا، يعني ليس مستحبا، المندوب والمستحب، خصوصا إن اشتمل على مكروه كقراءة بتلحين أو غناء، ولا يسلم فيه ولا يسلم في هذه الأزمان من ذلك وما هو أشد. طيب. ومن علماء المالكية المعتمدين في مغربنا الشيخ البناني ذكر أن من أنواع الوصية بالمعصية إقامة المولد على الوجه الذي كان يقع عليه في زمانه كاختلاط الرجال والنساء بالنساء وغير ذلك من المحرمات، فماذا لو رأى زماننا؟ وعبارته: أو يوصي بإقامة مولد على الوجه الذي يقع في هذه الأزمنة من اختلاط النساء بالرجال والنظر للمحرم ونحو ذلك من المنكر. انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير في الجزء 19 صفحة 390. الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله قال: هذه الموالد بدعة بلا نزاع، وأول من ابتدع الاجتماع لقراءة قصة المولد أحد ملوك الشراكسة بمصر، مجلة المنار الجزء 17 صفحة 111. هذا كذلك سيوزع وهو في متناول الجميع مجانا. نمضي إلى أقوال أخرى. طيب، بسم الله الرحمن. هذه مازالت الصواعق الآن تو الرعد. طيب، على بركة الله، ذكرت كتب التاريخ أن أول المروجين لبدعة المولد هم الفاطميون الباطنيون الروافض الذين دسوا في مساجد المسلمين سموما كثيرة ونشروا بدع المولد وغيرها. هذا الكتاب هو كتاب الخطط المقريزية للمقريزي رحمه الله. هذه العبارة للمقريزي في كتابه الخطط المقريزية في الصفحة 432 إلى صفحة 490. قال كذلك: قرأنا كتاب أبي حفص فتوة أبي حفص تاج الدين الفاكهاني، قرأناه، وقد ساق السيوطي، لأن السيوطي ألف رسالة استحسن فيها الاحتفال بالمولد، والسيوطي بشر ماهوش معصوم، وإن كان عالما جليلا في الحديث لكنه يأتي بالغرائب كثيرا، وها هم علماء ممن يستندون إليهم يردون على السيوطي. تقول ليش هو السيوطي؟ طيب، الحجة في قول الله ورسوله، ليش تتمسك أنت بما ليس فيه دليل؟ وقد ساق السيوطي فتوى الفاكهاني بكاملها ونقلها الشيخ عدوي المالكي في حاشيته على مختصر الشيخ خليل المالكي في المجلد الثامن 168، حيث قال في مبحث الوصية: أما الوصية على المولد الشريف فذكر الفاكهاني في عمل المولد أن عمل المولد مكروه، وتلقاه عن العدوي بالقبول الشيخ محمد عليش في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك في المجلد الأول صفحة 171. وورد في الحاوي، كتاب الحاوي للفتاوي للإمام السيوطي، في المجلد الأول صفحة 196، والزرقاني في شرحه للمواهب اللدنية في المجلد الأول صفحة 140، أن أصل، اسمع شو يقول الزرقاني من المالكية، يقول: أن أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة، ارجع لشرحه للمواهب اللدنية المجلد الأول صفحة 140. نمشي. ومع اعترافه، مع اعتراف السيوطي أن المولد بدعة، إلا أنه يراه بدعة حسنة لاشتماله على أشياء حسنة، ولكننا نسأل السيوطي: كيف فاتت هذه الحسنة سلفنا الصالح الذين كانوا أسبق إلى الخير وأكثر توفيقا إليه منا؟ ولهذا خالفه ابن الحاج المالكي في المدخل، حيث رأى أنه بدعة مخالفة للسلف بالرغم من هذه الأشياء الحسنة، فقال في المدخل في المجلد الثاني صفحة 11، هو يقول ابن الحاج، وقد نقلنا قوله لكن في نقل آخر: هو بدعة في الدين وزيادة في الدين، ليس من عمل السلف الماضين. هذا كلام ابن الحاج المالكي. هو بدعة في الدين، في المجلد الثاني صفحة 11، هو بدعة في الدين وزيادة في الدين، ليس من عمل السلف الماضين، واتباع السلف أولى بل أوجب، لأنهم أشد الناس اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن لهم تبع، فيسعنا ما وسعهم. وكلامه دليل أن ما تركه الصحابة ف
فلترك النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فمن استحب فعل ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد خالفهم. طيب، نقل محمد الصالح الشامي، شكون هذا؟ تلميذ السيوطي اللي يستدلون به. نقل محمد الصالح الشامي تلميذ السيوطي عن السخاوي في فتاويه ماذا قال؟ عمل المولد لم ينقل عن أحد من السلف في القرون الثلاثة الفاضلة، وإنما حدث بعدهم. أين قال ذلك؟ قال ذلك في كتابه سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد في المجلد الأول صفحة 439. كذلك قال الشيخ ملا علي قاري الحنفي في كتابه المورد الروي في المولد النبوي صفحة 24. هذا لأنني ما جبناش أقوال الحنابلة، رانا ما جبناش أقوال السعاودة، رانا ما جبناش أقوال اللي تسموا فيهم أنتم وهابية، واضح؟ هذه كلها أقوال من؟ أقوال مالكية أو أقوال حنفية أو أقوال شافعية، لكن نركز على أقوال المالكية. يقول الشيخ العلامة ملا علي قاري الحنفي في كتابه المورد الروي في المولد النبوي صفحة 24، وتعقب فيه قول السخاوي في التبر في كتاب السخاوي في التبر المسبوك في ذيل السلوك صفحة 14، وإذا كان أهل الصليب اتخذوا ليلة مولد نبيهم عيدا أكبر فأهل الإسلام أولى بالتكريم وأجدر. هذا يقول شو؟ يقول السخاوي في كتابه التبر المسبوك في ذيل السلوك. هو مش يستدلوك، يستدلون بمثل هذه الأقوال ويتمسكون بها، يقول لك ها هو السخاوي قال، هو السيوطي قال، لكن ليش لا ترجع إلى العلماء الذين صوبوهم؟ لماذا تتعلق في تقرير دينك وعقيدتك بأخطاء وزلات أهل العلم واجتهادات لا يقرون عليها؟ اسمع كيف رد عليه الشيخ القاري رحمة الله عليه. فقال الشيخ ملا علي قاري قلت مما يرد عليه أننا مأمورون بمخالفة أهل الكتاب في الصفحة 29، وكلام السخاوي الأول حجة عليه. طيب، ونقول كذلك وقد منعوا صيام يوم المولد واستقبحوه لأنه عيد عندهم ويوم العيد لا صيام فيه، وهذا مذكور في مواهب الجليل شرح مختصر خليل في المجلد الثاني صفحة 406. ولو أنهم صاموا يوم مولده ولم يتخذوه عيدا لكان أقرب إلى سنته صلى الله عليه وسلم، فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم بعثت فيه وولدت فيه، ومع أن اللفظ صريح بأن ولادته صلى الله عليه وسلم كانت في النهار، هم ما يقولوا ليلة المولد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاك يوم ولدت فيه، فالولادة كانت في النهار ولا في الليل؟ الحمد لله كانت في النهار. فقد زعم بعضهم أن مولده كان في الليل، وبلغ بهم الغلو واستدراج الشيطان أن جعلوا يوم المولد أفضل من ليلة القدر كما ادعاه القصلاني في المواهب اللدنية في المجلد الأول صفحة 135، وانتقده على ذلك الزرقاني والشيخ ملا علي القاري في المورد صفحة 97. طيب، يستدلون كذلك بما قاله ابن حجر الهيتمي. زعم ابن حجر الهيتمي أنه قد وجد للمولد دليلا من السنة، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء شكرا لله على نجاة موسى. فما هو الجواب؟ الجواب كيف فات الصحابة هذا الاستدلال والاستنباط فلم يهتدوا إلى شكر الله على ولادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل اليهود أحرص على شكر الله من الصحابة؟ شوف ابن حجر الهيتمي قال شرع صيام عاشوراء ليش؟ شكرا لله تعالى لنجاة موسى من فرعون، فهو استدل بهذا على جواز الاحتفال بالمولد وليس فيه دليل من جهتين. نقول هذا استنباط استنبطته أنت، الصحابة ما سبقوك إليه، لو كانوا قد عرفوا شكر الله على نعمة الميلاد النبوي بالاحتفال أو بالصيام لفعلوا، بل هو دليل عليك من وجه ثان أن تعظيم يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو إيش؟ بصيامه، وهذا ليس في هذا اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، لأن هذا مختلف فيه كما ستسمع الإمام بن عبد البر وغيره، بل هو كل يوم اثنين. طيب، وكما أننا نحتج على النصارى باختلافهم الشديد حول تحديد وقت ولادة المسيح عليه السلام، فكذلك نحتج على المبتدعة بالخلاف حول تحديد وقت ولادة نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى يقول إمامهم النقشبندي اختلف
في عام ولادته صلى الله عليه وسلم، والأكثر أنه عام الفيل. قال ابن عبد البر المالكي: ولد بعد قدوم الفيل بشهر، وقيل بأربعين يوما، وقيل بخمسين يوما، فاقتصر على أنه ولد الرسول صلى الله عليه وسلم الأعظم يوم الاثنين عام الفيل في شهر ربيع الأول. وسبقه الكوثري في هذه الحيرة فحكى أن الراجح أن مولده كان في الثامن من ربيع الأول، وأن بحوثا مضنية ألزمت أن يكون مولده في التاسع إلى الثامن، ثم استحسن الكوثري التحديد بالتاسع، واستبعد رواية الثاني عشر واعتبرها رواية لا أسانيد لها. وانتهى الكوثري إلى الاعتراف بأن الملك مظفر الدين كوكبري الملقب بالذئب الأزرق صاحب إربل كان يراعي الخلاف حول المولد النبوي بين العلماء، فكان يحتفل بالمولد النبوي في الثامن في عام، وفي الليلة الثاني عشر في عام آخر. مهزة مازال. قال ابن كثير: قيل في مولده لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول. قاله ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب. ابن عبد البر شيكون الحمد لله. وقيل لثمان خلون منه، حكاه الحميدي عن ابن حزم. ونقل ابن عبد البر عن أصحاب التاريخ أنهم صححوه وقطعوا به، ورجحه ابن دحية في كتابه التنوير في مولد البشير النذير. قال القسطلاني في المواهب اللدنية: وهو اختيار أكثر أهل الحديث، وقيل لسبعة عشرة، وقيل لثمان عشرة. ونقل الحلبي في إنسان العيون أن ابن دحية نص على أنه لا يصح تاريخ غيره، وقيل لعشر خلون منه. نقله ابن دحية في كتابه انتهى. ورجح الدمياطي في كتابه السيرة رواية أبي جعفر محمد الباقر أن مولده صلى الله عليه وسلم كان لعشر خلون من شهر ربيع الأول، وقيل إن الراجح رواية ودراية أنه في اليوم التاسع كما في الاستيعاب والتنوير ونتائج الأفهام في تقويم العرب قبل الإسلام وفي تحقيق مولد النبي صلى الله عليه وسلم عند مقالات الكوثري. إذن هذا كله خلاف واسع وعريض بين المؤرخين وبين الأئمة إيش في تحديد يوم ميلاده. يا نفس ما كان كفاك هوى وعصيانا، كفاك ففي الحشا صوت من الإشفاق نادانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان،